بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نشرتنا من دبي، حيث اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الخطة الشاملة لتطوير أرياف وبراري دبي، وتمتد على مساحة 2216 كيلومترا مربعا، وتشمل مناطق مثل الهباب ومرغم والمرموم وليسيلي والفقاع والعوير، وذلك بهدف المحافظة على طبيعتها وتوفير كافة الخدمات والمرافق والاحتياجات اللازمة لأهالي المناطق وزوارها لتعزيز جودة الحياة، بالإضافة إلى توفير تجربة سياحية متميزة كأحد الوجهات السياحية الرئيسة في الإمارة. كما اعتمد سمو حزمة من المشاريع والمبادرات التنموية لدعم مناطق الأرياف والبراري في دبي التي روعي فيها المحافظة على المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية ودعم المزارعين والمنتجات المحلية وخلق فرص استثمارية للأهالي، حيث سيتم الإشراف على تنفيذ المشاريع والمبادرات وحوكمتها من خلال اللجنة العليا للتخطيط الحضري. جاء ذلك خلال زيارة سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية لمنصة الكثبان في منطقة سيح السلم، حيث كان في استقباله معالي مطر الطير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة ورئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري. واستمع سموه لشرح عن الخطة الشاملة لتطوير أرياف وبراري دبي وتفاصيل مشروع مسار سيح السلم. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: وجهنا بأن تكون خطة تطوير الأرياف والبراري ذات عوائد اقتصادية مباشرة على أبناء هذه المناطق. وأضاف سموه: لدينا اليوم المدينة الأجمل والأرقى في العالم، وهدفنا أن تكون الأرياف والبراري التابعة لدبي بين الأفضل والأكثر جمالا ومتعة للجميع. وطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رعاه الله على الخطة الشاملة لأرياف وبراري دبي كخطة تنموية وشاملة للعشرين عاما المقبلة، تتوائم مع خطة دبي الحضرية 2040، وتتضمن مشاريع ومبادرات تنموية تخدم أهالي المناطق وتلبي احتياجاتهم، وذلك استجابة لرؤية سموه بأن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم. حضر زيارة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم.